الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قلنا قبل ذلك بأننا في أيام مباركات وفي أشهر فيها الحسنات تتعاظم عند رب الأرض والسماوات، والصالحات والطيبات تتوالى، ونحن في شهر ذي الحجة، وكان فيه العشر أيام الأوائل، وأيضا في أيام التشريق، وما زلنا في هذا الشهر الحرام في 13، 14، 15، أيام كلها أيام مباركات. يأتي أيضا شهر آخر وشهر عظيم جدا فيه ما فيه من الخيرات، وشهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الصيام في شهر الله الذي تسمونه المحرم، شهر الله المحرم، فأفضل الصيام فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصيام في شعبان، لا في محرم، لكن هذا من قوله أن النبي بيّن أن أفضل الأشهر الحرم شهر الله المحرم والصيام فيه، لا سيما وأن فيه عاشوراء، وأن النبي لما دخل المدينة وجدهم يصومون، أو وجد اليهود يصومون في هذا اليوم، فسألهم عن ذلك، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصوم فيه، قال نحن أحق بموسى منكم. وكان أهل الجاهلية أيضا يصومونه، يعني في هناك توفيق بين الأحاديث، لكن لسنا بصدد الكلام على 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 تدقيق المسائل، نحن نتكلم على الأهمية فقط، وهو بأن الصيام كان شكرا لله على أن الله جل في علاه نجى موسى من فرعون، عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. الله جل وعلا يصف لنا وصفا دقيقا عندما نظر صف الإيمان مع موسى عليه السلام إلى صف الكفران مع فرعون، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكان يوشع بن نون ينزل إلى المكان الذي يشير إليه موسى فيغوص في البحر، يقول يا موسى إنك صادق وأعلم أنك يعني مصدق، فأين أمرك ربك؟ يقول هنا فينزل، ثم هنا فينزل، فعلموا أنهم يعني البحر أمامهم وفرعون خلفهم، إذن لا نجاة، لذلك قالوا إنا لمدركون. فقال أن موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، يقين في الله جل وعلا، هذا يوم عظيم مهيب جدا، يوم من أيام الله جل وعلا. ضرب موسى، قال الله تعالى فاء، الفاء للتعقيب، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم، معي اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمر حضرتك دكتور محمد، عندي ثلاث أسئلة. تحت امرك، تفضلي. لو حضرتك اين من التشهد الاوسط الصبح؟ معلش اعيد عليا السؤال مره ثانيه، اني في تشويش. لو انا اين من التشهد الاوسط؟ نعم، للركعه الثالثه. نعم، فقلت الله، قمت سجده عشان اقول الله اكبر، وانا بالقرب من الاعتدال عشان اقطع ايديا، كانت صلاتي صحيحه؟ معلش اعيد عليا السؤال مره ثانيه، انت في الركعه الثانيه تريدين الصعود للركعة الثالثة، ايش بقى؟ اي قلت الله وانت ساكتة علشان اقول الله اكبر، وانا بالقرب من الاعتدال عشان اقول عشان ارفع ايدي. ماشي. السؤال الثاني حضرتك،
انا بعد بقوم من الركوع بقول ذكر طويل شويه، فبلاقيني كده احيانا سوقان بنزل للسجود وانا بقول اخر كلمه او كلمتين من الذكر ده، نعم. مش كده؟ السؤال بتاعت حضرتك، معلش بس كده، انا السؤال بتاعي انا عاوز حضرتك تجاوبني بالتليفون بعد اذنك، ماشي كده؟ السؤال نعم. الثالث بس، ماشي يا دكتور محمد؟ السؤال الثالث عايزاه في التليفون الآن؟ بعد اذنك اتفضلي. انا حضرتك، مش في قاعده بتقول ان درء المفاسد يقدم جلب المصالح نعم او يتقدم، صح كده؟ نعم ماشي حضرتك. دلوقتي انا واخواتي ورثنا من ابويا بيت من دورين، نعم واخوات ربنا يبارك لهم متزوجين وعندهم شقق ملكهم اللي هي عيالك، مش محتاجين لبيع بيت ومرتاحين ماديا بسم الله ما شاء الله، ماشي كده حضرتك؟ نعم وانا اللي قاعده في البيت لوحدي لاني مش متزوجه، وعندي اللي هم على الجواز، وعندك ايه؟ عندي اللي هم على الجواز، انا مش هتجوز ان شاء الله باذن الله، نعم ماشي كده؟ عندي اللي هم على الجواز يعني. فدلوقتي اخويا كان من سنتين عاوز يبيع البيت عشان ياخد حقه وما عادش ينزل البلد تاني، فانا وقفت له بشده ورفضت بشده لاني ماليش مكان غير البيت ده، ماشي كده حضرتك؟ فدلوقتي وبعد كده ربنا هداه وقال انا البيت ما عادش يلزمني ولا يهمني، انت عشان ظروفك مش هنبيع البيت خلاص، ماشي كده حضرتك يا دكتور محمد؟ نعم فجاء امبارح بيقول احنا ربنا هيحاسبك عشان توقفنا في بيع البيت، اخواتي كلهم معترض على البيع وبيقول لو انت وافقتي نوافق، مش موافقه احنا مش هنوافق احنا كمان. صراحة حضرتك من امبارح وانا في نكد لاني خايفه من ربنا جدا، وعمري ما اعرف اسيب البيت تاني خالص، هروح فين؟ ماليش مكان غيره. صراحة حضرتك انا فعلا عليا حرمانيه ولا مفيش عليا حرمانيه؟ شوفي انا اقول لك هقول لحضرتك بس على حاجه بعد اذنك يا دكتور محمد، اخويا على فكره بسم الله ما شاء الله غني وعنده شقتين تمليك في القاهره في مكان راقي جدا، مش محتاج لاي فلوس، انا بس محتاجه البيت ده، انا الوحيده المضطره للبيت ده. طب انت نصيبك ما تستعين ان تشتري بنصيبك؟ لا ما ينفعش ولا يجيب اي حاجه، لا في القريه بتاعتي ولا في المركز في المدينه بتاعتنا، يعني ما ينفعش. تستطيعين؟ لا وكمان حضرتك انا دلوقتي قاعده وسط الامان وسط اهلي وجيراني اللي متربيه وسطهم، نعم. بيدعوا يعني عليا مسألة البحث من ايه؟ نصيبك على امتلاك شقة أخرى أو مكان آخر مستصعب جدا. صعب، وكمان الذهب اللي معايا عماله الحج عشان اطلع حج بيه. لا دعينا من الحج، أنت لو هذا ماشي لو الأمر أصلا على الواجبات، منازعة الواجبات الأوجب يقدم على طيب الواجب، فاهمة؟ ماشي، فالحاصل أنا حتى بس لو أقول، الذهب حطيته، حتى لو الذهب حطيته على حق البيت ما يجيبش برضه حاجه. طيب خلاص أنا أسألك سؤال صريح، أجيبيني إجابة صريحة. اتفضل. المعنى الآن أنت إذا يعني مهما يكن فإنه الانتقال لمكان آخر وامتلاكه صعب جدا، أمر لا يعني لا تستطيعينه، صح؟ صعب ماديا واجتماعيا، لان قاعده وسط اهلي والناس يعني كلهم مش عايزين. ليس لك أمان فيه أيضا، صح؟ لا مفيش امان، لا انا قلنا وسط امان طيب وسط اهلي خلاص، وسط من جيراني. حقك تقولي أنا لا أبيع نصيبي. يعني لا انا مش عارف، هو الولاد خلاص مش هيبيعوا، بس هو يصبر انت ربنا هيحاسبك، انا لا كده فعلا لا عليا لا، حرمانيه. ليس عليك شيء. متشكرة جدا يا دكتور، متشكرة جدا، تحت أمرك. السلام عليكم. سلام. نعم. كما قلت في هذا اليوم المهيب العظيم، فقال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالفاء للتعقيب أن الله لما قال كلا إن معي ربي سيهدين، التوكل على الله جل في علاه وحسن الظن به كان في التو واللحظة النجاة جاءته من رب العباد سبحانه وجل في علاه. السلام عليكم، معي اتصال. السلام عليكم الأستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عزك الله يبارك فيك، تحت أمرك يا حبيبي. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض والجنب الطواف بالبيت عند الضرورة؟ حاضر. وهل التيمم يجزئ لرفع الحدث الأصغر والأكبر للطواف بالبيت؟ التيمم مع وجود الماء يعني؟ لا، ما قبل ما عدم وجود الماء. ماشي إن شاء الله. أبو صالح بعض، هل الحاج يقصر الصلاة في المزدلفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق؟ عن هل يقصر الصلاة؟ الحاج يقصر الصلاة؟ نعم بارك الله فيك. أحسن الله عليك، ماشي. معي أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي تحت حضرتك أمرك يا شيخ محمد؟ ربنا يرضى عنك. عندي سؤالين. عندك سؤالين، تفضلي. هو أنا بقرأ القرآن بس ممكن أتلخبط، ممكن أتهته فيه، فأتركه حرام أتركه؟ لا عشان أنا بتلخبط، ممكن أغير في المعاني في قراءة القرآن؟ أيوه، وأنا بقرأ الورد اليومي بتاعي. حاضر إن شاء الله. بتلخبط، صعب عليا. حاضر. فأتحاسب كده عند ربنا. الله يرضى عنك يا رب، بل تحسنين ان شاء الله. في سؤال تاني؟ السؤال التاني، انا عايزه اعمل ورد يومي مثلا للاستغفار، للصلاه على الرسول، عايزه اظبط حياتي في ذكر ربنا طول اليوم، اعمل ازاي؟ مش عارفه بصراحه. حاضر ان شاء الله.
تقبل الله، الله يتقبل مني من صالح عملك. أحسن الله عليك. معي اتصال آخر، من؟ السلام عليكم، أم محمود. السلام عليكم الشيخ محمد. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك يا رب. لو سمحت أنا معي سؤالين بإذن الله. معك سؤالين إن شاء الله. ما هو الإحسان؟ وكيف البني آدم يلزم من المحسنين؟ ما هو إيش؟ ما هو الإحسان؟ وكيف الإنسان يتم من المحسنين؟ الإحسان؟ آه. نعم. وكيف البني آدم يتم من المحسنين؟ طيب، السؤال الثاني؟ ايه الحاجة اللي ممكن تخرجني من صلاتي؟ طيب الله يرضى عنك يا رب. تحت امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا استاذ المخرج، يلحقني يعني يفسر لي، جزاك الله خير. كما قلت، فهذا اليوم المهيب اليهود تعظمه وصامت هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اولى بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. مع اتصال الأستاذ جمال. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي السلام عليكم أستاذ جمال. أهلا أستاذ. تحت أمرك تفضل. كان فيه أنا بصلي في مسجد جنبينا هنا، واحد بيسيب الدين وحي جدا، مرة واثنين وثلاثة نصحناه، أعمل إيش بقى؟ أبتعد عنه ولا أروح فين؟ يعني هو بيسيب الدين وبيأذن؟ أيوة بيروح يأذن، نصحناه كذا مرة ما فيش فايدة. طيب حاضر إن شاء الله. ولا وفي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ. تحت أمرك. أنا شغلت صيانة وبتاع كده، وعندي أجهزة بقالها سنين، يعني عندي 5 سنين 6 سنين وأصحابها ما سمعت ماذا قلت؟ شغال في أجهزة، بصين أجهزة يعني. سمعت يا محمد؟ شغال في أجهزة، بصين أجهزة. نعم نعم تفضل. وعندي أجهزة مركونة كتير، أجهزة يعني تلفزيونات وحاجات من دي مركونة من زمان، بقالها 5 سنين و6 سنين مش عارف. وفين أصحابها؟ ها؟ أصحابها ما يسألوش عليا. تعرف مكانهم؟ أيوه عارف مكانهم. يعني تعرفهم؟ أيوه. طيب إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خير، أحسن الله عليك. معالي الأستاذ محمد. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد. أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله. حبك الله، دحتنا فيه، ربنا يرضى عنك. ربنا ينور وجهك كمان وكمان يا شيخ. والله يا رب امين يا رب، وثبتنا واياكم على الحق. بالله عليك ادعي لي بالزوجه الصالحه يا شيخ. بالله يا رب ارزق بالزوجه الصالحه والذريه الصالحه، بل بالزوجات الصالحات. اللهم امين ويا ربنا يخليك فيه. ربنا يخليك. عايز حضرتك يا شيخ، جدي ابو ابويا. نعم. مريض وقاعد عندنا في البيت. فساعات بنفسك ابويا بينزل الشغل وانا بنزل الشغل، وبتفضل امي في البيت وهو مريض وعنده ربنا يعافينا يا رب تبول غير ارادي. فبيجي في وقت من الاوقات احنا كنا في بره البيت، فقال يا جوز ان امي تغير له مثلا هدومه وكده وتنظفه من حاضر ان شاء الله، من القضاء حاجته دوت. حاضر. بس ممكن الناس ينكشف عورته، فايه الحكم؟ حاضر ان شاء الله. حاضر، جزاكم الله عنا خير يا شيخ. تحت امرك يا حبيبي. معايا الاستاذه هدى. السلام عليكم. انقطع الاتصال. استاذه هدى معي؟ انقطع الاتصال. طيب، كما قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى وأحق بموسى منكم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام عاشوراء، وقبل أن يموت بعام بابي هو وأمي، قال في صيام عاشوراء: قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فكان من السنة صيام التاسعاء والعاشوراء. من معي؟ اتصل. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام. تحترم حضرتك. انا عايز اسالك سؤال، كنت قلت لك قبل كده وما سمعتش الرد. لما اكون في الصلاه وبيجي معايا لو يعني طرد بلغم، فبمسك المنديل واعمل جزء الصلاه ولا لا؟ حاضر ان شاء الله. وسؤال تاني معلش، اللي هو قلت لك عليه بتاع كنت سايمه العشره وجات الدوره قطعت عليا، فما كملتهمش بس كنت متضايقه، فبقعد بقول بقى ربنا مش بيحبني، متضايقه من نفسي وقاعدة كل ذنب كده يعني، قاعد اقنف في نفسي كتير، معرفش بقى. حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر، ابشري. اسمع الرد يا شيخ. نعم اسمع الرد عشان ما تسمعوش. ان شاء الله ان شاء الله. ابشري ابشري، ساجيب. احسن الله عليك. ما اتصل، انا ساجيب لها هذا السؤال اولا وبعد كده اكمل. هي طيب اذا اردت ذلك اتولى الاجابه. طيب هنا الاخت الفاضله، بس نجيب
سؤالها هي عندها البلغم يعني. هذه المسألة مسألة معضلة صراحة. من قال بأنه يفطر يقول تبطل الصلاة به، من قال أنه من ابتلعه ازدرده وابتلعه بأن هذا يفطر الصائم إذن تبطل الصلاة به، وهذه مسألة خلافية، لكني أدين الله بأنه يفطر. فالأولى أن يكون النخامة تكون في منديل، هي بتستخدم المنديل ولا الحمد لله منه، هذه يعني بتستخدم المنديل، وهذه حركة في الصلاة لا تبطلها، لا تؤثر فيها سلبا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الإنسان أنه يبصق عن يساره لم يكن هناك ثمة أحد، لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، قبل وجهه الله وعن يمينه الملك. نعم. عامة هذه حركة استخدام المنديل وإخراجه والتفل فيه لا تبطل الصلاة بذلك، أو الصلاة صحيحة. مع اتصال أستاذ طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سيدنا ازي حالك؟ الله يرضى عنك أستاذ طارق، تشرف بك حبيبي. الله يسترك، ربنا يسترك يا رب، ما يحرمنا منك وخليك لنا يا رب. كنت أمنتك يا شيخ محمد، اتصلت بيك مرتين تدعي لي وقلت لي هدعي لك، بالله عليك ما تنسى اخوك في القرب. الله يفرج الكرب يا رب، يفرج الكرب ويزيل الهم كده، بالله عليك. حاضر ان شاء الله. حاضر، تشرفت بك. ربنا منك يا رب، الله ربنا يرضى عنك يا رب. الله يعطيك سؤلك او فوق ما تسال ويعطيك فوق ما ترتدي وتحب. الله يسترك، بارك الله فيك. جزاك الله خير. ربنا يخليك. امين. جزاك الله خير يا شيخ. واياكم واياكم واياكم، جزاكم الله خير. السؤال الثاني للاخت الفاضله ام احمد، ان هي اصلا بتصوم العشره فجاءت الدوره قطعتها. انا اجبتها السؤال وقلت يعني كيف هي تقول اذا الله لا يحبني، انا الذي حدث معي منعني عن الطاعه. انت في طاعه، حاله كونك حائضا انت في طاعه، عندك طاعتان. الطاعه الاولى هو انك سلمت لربك، هذا امر قد كتبه الله على بناتنا ادم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وجدها تبكي قال ما يبكيك، انفستي؟ قالت نعم. قال هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم، فانت سلمت لله وقلت سمعت واطعت، وما في شيء عليك، انت سلمت فلك الاجر في ذلك. فانت عابده حين تكفي من اجل الحيض، وانت عابده حين صمتي، فانت نوعت بين العبادات. والامر الثاني، لا تجعل الشيطان للشيطان مسرح ان يجعلك ان تسيئي الظن بالله جل في علاه، هذه اساءه ظن بالله، فاياك ثم اياك على اساءه الظن بالله جل في علاه، بان تقولي اوقفني ربي عن الطاعه. لا، ما ليس كذلك، انت طائع حاله كونك حائضا، طائع حاله كونك طاهره. نعم. ما اتصل. السلام عليكم. ابو نورهان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا الله، استاذنا الفاضل، بارك الله في علمك وفي ادبك. امين رضي الله عنك. ابو مشايخنا الكرام، هذا فضلك وادبك والله. الله يبارك فيك يا دكتور محمد. اتعجب جدا ممن يتجرع على اعراض العلماء بقوه وبغطرسه، ونحن نقول لا ندعي لهم العصمه، هم ليسوا معصومين لا من الذنوب والخطايا ولا من الاخطاء، لكن ايضا لا. المكانات، وجب علينا ان نعلم مكانات العلماء، وهذا الظلم البين الذي يقع على العلماء واعراض العلماء كالالباني وغيره، هذا امر جلل صراحه، امر جلل. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، رضي الله عنك. تفضل استاذ ابن نوران. والله يا استاذ الفاضل لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم، حقا. اي والله، اي والله. نعم. ربنا يبارك في ادبك وفي عمرك وفي قناه الصفا والقائمين عليها. امين امين. انت والدكتور وشيخنا الفاضل الاستاذ مصطفى العدوي، بارك الله فيكم وفي ادبكم يا رب. علماؤنا النبلاء هؤلاء. الله يبارك فيكم وفي عمرك. ويشفينا الدكتور محمد حسان والشيخ محمد ابو اسحاق الحويني يا رب. امين امين. معاك معلش، انا اب جوزت بنتي قبل ميعادها اللي هو الشرعي، اللي هو القانون بتاع البلد يعني. نعم. فالزوج وام الزوج متغطرسين لدرجه، انا بصراحه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعامل كل واحد بنيته، عشان مش بنقول حاجه غلط يعني. نعم. والان البنت كانت عندي، طب تعالى يا ابني نكتب الكتاب، طب افرض ما فيش فلوس هندفع فلوس على حسابنا، وساب البنت حامل ولا جاي يكتب الكتاب ولا في حاجه من دي خالص. بالله عليك كلمه للابهات وللناس، هل هذا يجوز؟ حاضر بالله عليك كلمه عامه كده للناس كلها، اللي كده بنتك عندك وانت جهزتها ووديتها والاخر الولد ما يكتبش كتابها وحامل الان وقاعد عند بيت ابوها وما بيسالش عنها ولا هو ولا امه ولا حد.
الله المستعان. حاضر. شاكرين افضلك يا دكتور محمد. حاضر. الله بارك الله فيك. حاضر حاضر. نعم الاستاذ جيهان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امر حضرتك. انا عايز اتواصل مع الشيخ حضرتك. انا مع حضرتك الان تحت امرك ورهن اشارتك اهو. انا حضرتك انا من فتره كده تعبت، بقى لي بتاع 7 شهور حضرتك انا تعبانه جدا. نعم. والدكاتره قالوا لي، يعني رحت لدكاتره معده قالوا لي مش معده، ورحت لدكاتره نفسيه نفسيتي تعبانه، وكل شويه عايزه افكر ان انا موت نفسي، ودوت الموضوع ده مضايقني ومخليني يعني شايله في نفسيتي ان انا عايزه اكفر بالله، وانا بصلي بقالي 27 سنه. اعوذ بالله. وبصلي قيام الليل، وبصلي الفجر حاضر، وما بيجيش فرض. الله يحفظك ويحفظ ايمانك يا رب. الله يحفظك ويحفظ ايمانك. حضرتك انا تعبانه، ورحت للشيخ كتير، اللي يقول لي انت ملبوسه، واللي يقول لي انت مرشوش في حاجه قدام الشقه، واللي يقول لي انت لمست، واللي يقول لي انت ملموسه من جن. طب اللي انت ذهبت اليهم دول طلبه علم، يعني ناس عندهم علم في الباب، ولا قراءه وخلاص؟ لا، هم بيقروا عليا قران حضرتك، بيقروا عليا قران، وبيتي بينمل كده، وبروح يعني بروح كده، وبيقولوا لي ان دوت لبس جن وسحر. طيب ان شاء الله. طيب الله 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 يرفع عنك البلاء يا رب. تاتيك الاجابه ان شاء الله. الأستاذ آمة الله تقول، نعم هي بتقوم من التشهد الأوسط، وهي بتقوم تقول الله، تقول أكبر حتى لما تخرج إلى هنا. الشافعي كان يقول في هذا الباب إذا كان إماما بأنه يبتدئ عند التحرك، يبتدئ التكبير، ثم ينتهي إلى حرف الراء وهو قائم مثلا، ليقول الله أكبر راكعا، هكذا يقول الله أكبر، يعني يبدأ في التحرك، ويكون آخر حرف من القول يكون مع الحركة، مع هيئة الركوع مثلا. والحق أننا نقول السنة هو أن تكبر أولا ثم تأتي بالحركة، هذا السنة وردت صريحة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكبر أولا ثم تأتي بالحركة. لو كان الإمام يعلم أن من خلفه يعني يتقدمون عليه، يسرعون فيتقدمون عليه، فهنا يحترز، لكن الأصل في السنة هو أن تكبر أولا ثم تأتي بالحركة، يبقى تكبرين وأنت جالسة ثم تأتي بالحركة وتقومين. بعد الركوع بتقول يعني أيضا دعاء كبير. هو طبعا السنة لا عدل لها، السنة لا عدل لها. أنت سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ورد أيضا بسند صحيح ربنا ولك الحمد، ويكرر ذلك 3 وينزل. إذا كان لك أدعية بتدعين بها، لأنه المحل محل استجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، يعني سمع إجابة، يعني سمع إجابة، يعني أجاب الله لمن أثنى عليه. والثناء هنا لازمه الطلب، الثناء لازمه الطلب، ده التعريض بالثناء لازمه الطلب، والله يعطي من يطلب. فإذا كنت يعني في الدعاء قلت لك لا تتحركي حتى تأتي بالذكر، يعني انتهيت من الدعاء قولي الله أكبر، انزلي بعد ذلك إلى السجود. لكن كل ذلك الصلاة صحيحة، أنا بتكلم على الأكمل الآن وعلى هيئة الصلاة. أنا أجبت لها على السؤال الثالث اللي هو مسألة الإشكال في البيت. محمد يقول هل يجوز الحائض أن تطوف البيت أو الجنب؟ لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال الحائض أن تطوف البيت ولا الجنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجدها تبكي، فقال لها ما بك، أنفستي؟ قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هي ممنوعة من الطواف، ولأن على قول جماهير خلاف الحنفية أن الطهارة شرط في صحة الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت عائشة لما سئلت ما أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يتوضأ الوضوء. لما؟ لأنه بيطوف طواف
القدوم. قالت يتوضأ. وفي الحديث الموقوف جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف هو الأصح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. قال: الطواف بالبيت صلاة، والصلاة من شروطها الطهارة. فحقيقة الأمر أن الطهارة شرط في صحة الطواف، فالحائض لا يجوز لها أن تطوف. وأما قول ابن تيمية بأنه لو خافت خشية لفوات الرفقة أو لوقوع الضرر عليها، لها أن تتحفظ وتذهب فتطوف، هذا مخالف للتصريح للأحاديث الصحيحة. ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، لتعلم الدنيا أننا لسنا نقلد ابن تيمية ولا نقلد أحدا، نحن ننظر الحق مع من فنأخذه. ابن تيمية قال بأن المرأة الحائض حتى لو فاتها طواف الإفاضة، أو أنها لم تطف طواف الإفاضة حتى حاضت وتخشى فوات الرفقة والضرر يقع عليها مبالغا تتحفظ ثم تذهب فتطوف بالبيت على هذه الهيئة. أقول أين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، لما قالوا صفية لم تطف، وما قالوا صفية حاضت، نعم قالوا صفية حاضت، فقال أحابستنا هي عقرى حلقة، يعني كلام فيها دعاء لكنه لا يقصده، هذا من كلام العرب، عقرى حلقة أحابستنا هي، قالوا إنها قد طافت قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف الوداع. فحقيقة الأمر الحائض لا يجوز لها أن تطوف، إن تحفظت إن استثفرت لا يجوز لها بحال من أحوال أن تطوف في البيت إلا على الطهارة، وكذلك الجنب. وما تبناه ابن تيمية فهو خطأ مصادم للحديث الصريح. حابستنا هي، فقالوا يا أفاضت، قال إذن فلتنفر. ومن الأسئلة هنا قال: هل الحاج يقصر الصلاة في مزدلفة؟ أنا أقول الحاج أصلا في اليوم الثامن إذا كان متمتعا سيهل بالحج، ثم يذهب إلى منى، يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر ركعتين، يصلي بها الظهر قصرا ركعتين دون الجمع، ويصلي العصر قصرا ركعتين، ويصلي المغرب ثلاثا لأنه لا قصر في المغرب، ثم يبيت ويصلي العشاء، ثم يصلي العشاء قصرا، ثم يبيت ويصلي الفجر، ثم يذكر الله، ثم يدفع. فإذا وقف بعرفة يذهب إلى مزدلفة ليلا فيصلي جمع تأخير المغرب والعشاء، لأنه أسامة لما نزل توضأ وضوءا خفيفا قال: الصلاة، قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، حتى بلغ المشعر الحرام أو بلغ إلى جمع، فصلى بهم المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم نام حتى قام الفجر فصلى الفجر. فبعد ذلك رمى ونحر وحلق وطاف رنحت في يوم النحر وذهب إلى منى. أيام التشريق يجلس فيها يصلي قصرا، والقصر هنا اختلف فيه العلماء هل هو للسفر أم هو للنسك. فمن قال للسفر قال إذن يعني أهل مكة لا يفعلون ذلك ولا يقصرون. وحقيقة الأمر كل من كان في منى له أن يقصر. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الظهر والعصر جمع وقصر كان معهم أهل مكة، فلم يأمرهم بالتمام، فيكون هنا القصر من أجل النسك، يكون القصر هنا من أجل النسك، القصر هنا من أجل النسك. ففي أيام التشريق الثلاثة يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين. أم محمد بتقرأ القرآن تتعتع، تقول أنا ممكن أغير اللحن، ممكن أغير الشكل، ممكن يكون اللحن يعني أغير المعنى. أقول حي هلا بما أنت فيه ولله الحمد والمنة، لك همة بلغت الجبال أو بلغت الجبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الذين يقرؤون القرآن هم به ماهرة، يعني أو هو به ماهر مع الكرام البررة. وقال من يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله فيه أجران، من قرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله فيه أجران. فأقول يعني الأخت الفاضلة يعني لا تتركي القرآن حتى ولو كان هناك بعض اللحون التي تقع فيها. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله فيه أجران، لك أجران.
وثابري أختي الكريمة ثابري يعني واصبري ستصلين بإذن الله، ستنالي كل ما تحبين، وينضبط عندك الأمر تكون من حفظة كتاب الله جل جل في علا. من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. نعم. محمد أيضا تقول أريد أعمل أورده من الذكر. أنا أقول لك الأورده قد جاء الشرع بها، قد جاء الشرع بقول لا إله إلا الله 100 مرة. جاء أيضا من ذلك قراءة قل والله 10 مرات، جاء قراءة قل والله 3 مرات ختم القرآن، وهذه أيضا مطلقة. لكن هذه لو أردت أن تجعلها يعني أورادا لك ذلك، أن تقرأي صباحا قل والله 3، أو تقرأي وطبعا تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذه وردت. فإن إن إن وجدت أن هناك خير دل عليه الدليل وأن تجعله وردا أو حزبا كما كان يفعل الصحابة هذا يجوز، وليس هذا من البدع بمكان. أم محمود تسأل الإحسان مطلوب في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحت فأحسن الذبح وإذا قتلت فأحسن القتل. فالإحسان خلق عظيم، الإنسان يصل إلى الإحسان في الخلق وفي المعاملة وفي العبادة بتوفيق الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. والإحسان أفضل ما يفسره هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نذهب لتفسير، إحنا عندنا تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويتدرج في العبادات حتى أصل إلى الإحسان. والإحسان هنا ملء القلب الخشوع، لأنه يستحضر أنه بين يدي الله جل في علاه. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنه يستحضر نفسه بين يدي الله وهو يسجد لله ويصلي لله سبحانه وجل جل في علاه. يبلغ مبلغ المحسنين. أن تعبد كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه عبادة اسمها عبادة المراقبة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وأيضا يعني قال أحمد إن خلوت يوم في يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولكن قل علي رقيب. وأنا قصصت قصة قبل ذلك من عالم كان يتحف طالب العلم، فلما رجعوه في ذلك لما تخيرته عن الجميع قال أبين لكم، وأعطاهم طيرا وقال اذبحوا هذا الطير في مكان لا يراكم فيه أحد. كل واحد أخذ يعني يجتهد ويجد إلى أن يكون كذلك. وجاء الرجل الطالب العلم المميز بنفس طيري، قال ما فعلت؟ لما لم تذبح طيرك كما فعله؟ قال لم أجد مكانا لا يراني الله فيه، لم أجد مكانا لا يراني فيه الله فيه. فإذا هنا الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأخت أيضا تسأل عن مبطلات الصلاة، شو يخرج من الصلاة؟ يعني إخراج الريح يبطل الصلاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الكلام في الصلاة تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة في الصلاة حتى يقول القائل وينظر إليه يقول هذا الرجل ليس في صلاة، هذا الرجل ليس في صلاة. الحركة الكثيرة التي يختل معها نظم الصلاة أيضا تبطل الصلاة. يعني هذه أسس المبطلات التي تبطل بها الصلاة. جميل، عنده حديث يقول رجل بيسب الدين وبيطلع يأذن، يعني هو الحمد لله أنه بيأذن بيرجع للإسلام، لأنه سيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يدخل الإسلام. سب الدين كفر مستقل، ما في كلام غير ذلك. سب الدين كفر مستقل، من سب الدين خرج من الملة. لا تقول لي ده بيسب ديانة فلان، من سب الدين خرج من الملة، من سب الدين خرج من الملة.
أمر جلل، سب الدين كفر مستقل، الاستهزاء فقط ده عده الله من الكفر بمكان، ولم يقبل إيمان أحد وهو يسب الدين وهو يستهزئ، فكيف بالذي يسب صريحا؟ قال الله جل في علاه لما قالوا إخواننا هؤلاء لا نرى يعني منهم إلا أنهم أو قال فيه أو قالوا فيهم هم أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، طارت الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أخذ بخطام الناقة، فيهم المؤمنون فيهم المنافقون. قال والله يا رسول الله إنه كان حديث الركب، أنا ما أقصد مسبة ولا التنقيص، ما أقصد استهزاء ولا تنقيص، قال إنه حديث الركب، كنا نتسامر والنبي لا يتكلم، ونزلت عليه الآيات من السماوات، يقول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. والله كفرهم، من منا بقى يستطيع يرد على الله قوله قد كفرتم هذا في الاستهزاء، فكيف بالسب الصريح؟ سب الدين كفر مستقل. هذا رجل لابد أحد يجلس معه ويقول له أنت بذلك تخرج من الإسلام، أنت بذلك تستحق النيران، اتق الله ربك، قل لا إله إلا الله، فيجعله يقول لا إله إلا الله. وطبعا أنا حمدت الله لأنه لو أذن يكون قد راجع الإسلام، لكن هو الكلام في ابتداء الأذان، ابتداء الأذان هذا مرتد، سبب الدين، سبب الدين ردة. ما أعلم أحد من العلماء لا يقول بذلك. طبعا من المتأخرين حاشية ابن عبدين أنه قال إن كان يسب ديانة الرجل لا يكفر، وهو على شفير هلكة. يا رجل ده يسب أباه ويسب أمه، المسألة ليست بالهينة كما تحسبون. فلذلك قلنا بأن السب مهلكة، السب مهلكة، السب كفر مستقل، سب الله، سب الدين، سب الرسول كفر مستقل، لا يحتاج لا لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة، معلوم الدين بالضرورة. أي سب لله أو للرسول أو للإسلام للدين أو لشعائر الإسلام فهذا كفر وردة مستقل. فإذا لا تجعلوا يؤذن، المهم الناس يمنعونه من الأذان، لا هذا ليس من لا أهلية الأذان. أخونا يقول هو يعني صيانة يصلح الآلات، صيانة، لكن عنده آلات وعنده عيان لأناس وتركوها عنده من سنين. أقول له أنت تعلم مكانه ولا ما تعلم؟ أخذت أجرتك الأول ولا ما أخذت؟ خذ أجرتك وأعطيهم ذلك، اذهب إلى البيت وطبق ودق على الباب، قل هذه سلعتك، وإن تكلفت علي خذ منه حق المواصلات، هو يضمن، خذ منه حق المواصلات، لكن لا تتركها عندك فتخترب وتكون أنت المفرط في هذا الباب، لأن أكيد كان في بينكم من بعض توقيتا أو موعدا في التصليح تأخرت أنت عنه أو شيء من ذلك، لنفرض جدلا أن هذا، فواجب عليك أن تأخذ هذه السلعة وتذهب إليه إلى البيت، تدق الباب تقول سلعتك بقي لي كذا، سيعطيك الله فوق ما صبرت عليه، لكن واجب عليك أن تذهب إليهم. أنا سألته تعرف أماكنهم؟ قال نعم. إذن واجب عليك أن تذهب إلى هناك وتعطيهم حاجة وتأخذ أنت ما صنع الصنعة، تأخذ أجرتها. خلي بالك أنا في آخر سؤال يا محمد، هذه انتهينا منها. طيب معي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحت أمرك، تفضلي. أي نعم، أنا أسمع لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحت أمرك. كنت عايزة رقم حضرتك للموضوع من الكنترول، إن شاء الله يعطيكم إياه. معي الأستاذ رمضان، معي مهاجر. أيوة تحت أمرك، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، الشيخ محمد. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمانة بأمي جارف الحلم، وبعدين بلف أنا وهي حوالين الكعبة، فجابت لي طفل صغير كده وقالت لي تسميه أحمد، فسميه أحمد فعلا ولا إيه؟ أنت حامل يعني؟
انا لقيت انا فعلا ان انا حامل وعرفت ان انا حامل في ولد. طيب سميه احمد باذن الله تعالى. يعني لازم يتسمعها. نسال الله ان يكون احمد في الارض وفي السماء باذن الله. الله يتقبل. ماشي. الله يتقبل. ربي حافظك ربي احسن الله اليك. ابو زوجتي من قبل. الاخ الكريم اللي هو زوج ابنته زوجها كانت تحت السن وزوجها، وطبعا هذا مخالف للمساله التي يعني سنها او قال بها ولي الامر على مساله السن، وكان هذا من باب المصالح مش من باب معارضه الشرع، لكن الشرع اصاله يحكم على الجميع. الشرع ان البنت لها ان تتزوج يعني ما حتى لو كانت صغيره، حتى لو كانت صغيره عندنا الدليل من الكتاب. نعم نعم. عندي اتصال الاخت ناهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. في حديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من غش امتي فليس مني. الغش ده يعني الكفر. من ايه من ايه؟ من غش امتي فليس مني. الغش ده يعني الكفر. بس ايه؟ من غش امتي فليس مني. خلاص من غشنا فليس منا. ماذا تريدين من الحديث؟ الغش معناه الفقهي يعني؟ تريدين المعنى الفقهي له يعني؟ اللي هو يعني هو معناه يعني خرج عن الدين او كده يعني؟ نعم. طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. فهو زوجها صغيرة، وعندنا في الكتاب قال الله تعالى عن العدد، قال واللائي يئسن من المحيض اللي هي بلغت سن 50، او المسألة مش بسن، انقطاع الدم يعني، واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم واللائي لم يحض. فهنا مع اتصال الأستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تحت أمرك يا حبيبي. الله يحفظك ويبارك فيك وينفعنا بألومك يا رب. يا رب يرضى عنك أستاذ أحمد. الله يحفظك. الله يحفظك. المسألة الدعاء لي ولوالدي يا شيخ. الله يرفع مقامك ويحسن اليك ويبارك في امك ويجعلك برا بها اضعافا مضاعفه. امين يا رب امين يا رب. معلش شيخنا، كنت انا سمعت سؤال من المتصله بتقول ان هي الذهب لو اتباع ونصيبها في البيت وما يجيبش الشقه يعني. نعم. بس هي من كلامها انا حسيت ان حق المكان اللي هي ساكنه فيه عالي جدا. هي عايز تسكن في مكان بنفس المستوى. طب كيف عرفت ذلك؟ هي بتقول المدينة اللي أنا قاعدة فيها يعني. لا هي قالت المال بالذهب لا أستطيع أن آتي به مكانا لا في القرية ولا في المدينة. أيوه بالظبط. هي قالت ذلك. طيب. طيب. حاضر حاضر. ماشي أبشر. ماشي. فأقول هو زوجها صغيرة في الكتب التسعة، الكتب التسعة لا احنا لا نسمع للجهلة الذين ما عندهم علم بالآثار وبالأحاديث وبالمسانيد، فهؤلاء يسكتوا، لو عندهم علم يأتوا بالعلم. الحديث خرجوا أصحاب الكتب التسعة أن النبي قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين يعني، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، وبنى بها عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، يبقى عقد عليها وهي ست سنوات وبنى بها، بتلعب مع الجواري والصبيان، وبنى بها وهي ابنة تسع سنوات. فإن كانت هو زوجها أقل من السن، لكن طبعا هنا الزواج جاء والبنت تحتمل الوطء لأنها كبيرة، هو يعني ممكن يكون أقل من 18 سنة 13 سنة 14 سنة البنت بتكون قد بلغت مبلغ النساء من زمن. فهو زوجها، لكن هو مشروط عنده هنا أنه المأذون لا يكتب الكتاب على البنت إلا على سن معين، وهي لم تبلغ هذا السن فزوجها. كنت أقول له لا تتعجل وكده، وكان الأولى تتريث، لكن زوجتها يجوز، لا يجوز أنه تخالف القانون الإداري الذي لا يخالف الشرع في هذا الباب. فلا أنا أقول وإن كان كما قلت أقول كان عليك أن تتريث حتى لا تدخل في هذه المفسدة. لو قلنا الشرع أباح الزواج من الصغيرة، نعم الشرع أباح الزواج من الصغيرة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا قال النساء
لا تدخل تحتها. الجواري قلنا لا تدخل تحتها، تدخل تحتها. وإلا فالنبي تزوجها 6 سنوات وبنى بها عندها 9 سنوات، تدخل تحتها. واللائي يسلم الوحيد من نسائكم إن ارتبتم، من نسائكم إن ارتبتم، واللائي من نسائكم أيضا، واللائي لم يحد، العطف هنا يدل على ذلك. واللائي يعني يئسن من حيث قال واللائي لم يحد، يعني من نسائكم أيضا التي لم تحد هي الصغيرة. فالكتاب ظاهر في جواز الزواج من الصغيرة. والمسألة الناس، ما الذي يجعل الناس عقلا حتى تنكر؟ يقولون صغيرة كيف هيجامع يا أخي؟ والزواج ما فيش غير جماع، الزواج فيه الألفة والأنس والمحادثة والمجازبة، وأيضا الخدمة بإحسان، التلطف، الترفق، أن تعينوا على أشياء كان ما أحد يعين عليها إلا هي. فالزواج له مصالح كثيرة جدا غير الوطن. الوطن فيه الحصن نعم وقضاء الوطر، لكن مش هو الأساس في هذا الباب وحده، مش هو الأساس وحده. فالمهم أنه لو زوجها أنا أقول له، كنت أقول له تريث لما لهذه المفاسد. كان على الزوج أن يكون نبيلا شهما له مروءة وخلق. أنت الرجل أعطاك ابنته لأنه وثق فيك وأحسن إليك بأن أهداك فلذة كبده لتكرمها. قال وكيع زوجها التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. تكرمها يا رجل. كان واجب عليك أن تذهب وتقول له الآن بلغت السن، أنا أذهب أكتب الكتاب في يعني بالطريقة الرسمية، حقها. إنما أنت تتقاعس وأمك تتقاعس، أنت ظالم، أنت بذلك ظالم. فاتق الله ربك وارجع فاعمل هذا. ماشي إن شاء الله. فيعني فعليك أن تتق الله ربك وأن تذهب وتكتب على البنت. أستاذ جيهان تقول من فترة تعبت وتريد تقتل نفسها. أنا أقول أختي الكريمة يعني عليك بمصاحبة القرآن، نجاة ليست بعدها نجاة، مصاحبة القرآن، وأكثري من الأذكار الموظفة صباحا ومساء. وعليك أيضا في هذا الباب هو أن تثقي في ربك، وأن الله لا يهلكك، وأن الله لا يضيعك. أن تثقي في ربك وتكوني كثيرة الدعاء والتضرع لله جل في علاه. الله يصلح قلبك يا رب، وينقي قلبك، والله ينقي قلوبنا وقلبك، ويثبت الإيمان في قلوبنا وفي قلبك. وعليك أيضا إذا ذهبت لراقي يكون طالبا للعلم أو عالما. لابد أنت أصلا عندما تذهبي لساحر، تذهبي لرجل يمكن فيك ما أنت فيه. وهذا بيستخدم الجن، بيستخدمه أسوأ استخدام. فواجب عليك أن تفهمي هذه المسألة جيدا. استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار الموظفة، الصلاة في مواعيدها، وهذا هو الأهم. الثقة في الله، أن الله لا يضيعك، أن الله خلق العباد ليرحمهم، والعباد يأبون على الله جل وعلا. فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. مهاجر خلاص أجبناها وأنها تسميه أحمد. ناهد في قول تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، هذا احتج به الخوارج كل حديث على غير ذلك. من غش فليس منا، برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين، ثنتان بأمته وما بين كفر. يتمسكون مثل هذه الأحاديث التي فيها الاحتمالات، حديث مش محكمة فيها احتمالات، فيقولون هو معصية كافر بالمعصية. من غشنا فليس منا، ليس منا ليس على ديننا. وحق، وهذا كلام باطل. من غشنا فليس منا، رجل غش وقال له ماذا صاحب الطعام؟ قال أصابه البلل. قال أما جعلته يعني لياه الملأ؟ ثم قال له من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذه معناها ليس على هدينا، ليس على هدينا، لأن كل هذه المعاصي لا تكفر صاحبها. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. قال إن النبي، إن جبريل الآن بشرني بأن من كان من قال لا إله إلا من قال لا إله إلا الله من أمتي ومات عليها دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف أبي ذر. خلاص أنا بنتهي يعني. أما بالنسبة للأخت الحالة هي أدرى بها وهي التي استفتت، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر الأمر. أنها قالت بأنه المال بأسره لا يمكن أن يأتيها بمكان تجلس فيه، وهي محتاجة للمكان، فلها أن تقول لا أريد أن أبيع، أنا سهمي هنا حتى أجلس
أجلس فيه. نسأل الله لنا فلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات، ونسأل الله في عليها أن يهمنا وإياكم الإخلاص. أشكر فضلكم على حسن الاستماع، وأستميحكم عذرا على أي تقصير، ونسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا ويجعل وجهه خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم وفق ولا تأمر المسلمين للحكم بكتابك وللعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل لهم بطانات الخير تدلهم عليه وتعينهم عليه. ونسأل الله في عليائه أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصيتي لجميع البلاد، اتقوا الله ربكم ولا 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 تخرجوا على ولاة أموركم، وإياكم والفساد والإفساد. الدماء إذا سالت لا يعلم بفساد ذلك إلا الله جل في علاه، فاهدوا واتقوا الله ربكم. والخروج على ولاة الأمور هي أول شرارة فساد الدنيا بأسرها. فلنتقي الله ربنا ونعمل بقول ربنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.